السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. النهاردة مع بعض هنتدرب على امتحان للصف الرابع الابتدائي. طبعا امتحانات شهر مارس وإبريل تم دمجها في امتحان واحد، هيبقى في أول شهر إبريل، في أول شهر أربعة، في أول رمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتدرب على امتحان من الامتحانات على يونت 7، وبعد كده هننزل مع بعض امتحانات كتير وكمان أسئلة بنك المعرفة بالإجابات النموذجية عشان الامتحان إن شاء الله هيجي منها. السؤال الأول: Listen and write T true or F false. استمع نص، في نص المستر هيقراه وبعد ما يقراه تسمعه كويس جدا جدا وتشوف الجملة اللي مكتوبة قدامك هل مطابقة للنص ولا هل مختلفة. لو مطابقة للنص تكتب تي أو ترو في حالة إن الجملة صحيحة، لكن لو الجملة خطأ أو مختلفة عن النص اللي أنا سمعته أكتب إف أو فولس. هقرأ النص 3 مرات وبعد كده نبدأ نحل. My name is Hannah. I am from Giza. I am in grade 4. I go to school by bus. دي المرة الأولى. My name is Hannah. I am from Giza. I am in grade 4. I go to school by bus. تمام كده المرة التانية. My name is Hannah. I am from Giza. I am in grade 4. I go to school by bus. دي التالتة. Number one. قال لي My name is Hannah. طب يا مستر ما انت قلت لنا My name is Hannah 3 مرات. يبقى أول جملة هي true. الإجابة صحيحة. Number two. I am from Cairo. أنا من القاهرة. طبعا الإجابة خاطئة عشان احنا قلنا في النص إن هنا بتقول I am from Giza. أنا من جيزة. وهنا في السؤال اللي قدامني بيقول لي إن أنا من القاهرة. يبقى تاني واحدة false. Number three. I am in grade 4. طبعا الإجابة true. الإجابة صحيحة عشان في نص الاستماع أو listening text قالت I am in grade 4. Number four. I go to school by bus. طبعا لو افتكرنا listening text نص الاستماع هي قالت هنا I am from Giza. I am in grade 4. I go to school by bus. I go to school by bus. يبقى هنا في listening text أو نص الاستماع قالت أنا بروح المدرسة بالأتوبيس، لكن أنا في الامتحان اللي قدامنا قالت I go to school by car. بروح المدرسة بالعربية. يبقى الإجابة إيه؟ false. يبقى نركز مع بعض listening text نص الاستماع ونركز في الأسئلة اللي قدامنا نسمع وإيه ونكتب يا إما true يا إما false. يا إما تكتب كلمة true أو حرف تي على سن الإجابة صحيحة، يا إما فولس أو حرف إيه الإف لو الإجابة خاطئة. نركز على النطق الصحيح، نركز مع المستر. يبقى تاني آخر مرة، يبقى ماي نيم إز هانا بكتب تي أو ترو عشان إجابة مطابقة لنص الاستماع. أي أم فروم كايرو الإجابة فولس عشان إجابة مختلفة لنص الاستماع عشان هي قالت في نص الاستماع أي أم فروم إيه جيزة وهنا قال لي كايرو. أي أم إن جريد 4 طبعا الإجابة صح أو ترو أو أكتب تي عشان هي في الصف الرابع الابتدائي. I go to school by bus طبعا الإجابة false عشان قال لي في listening text نص الاستماع I go to school by a bus. يبقى غالبا نص الاستماع هيجي من قطعة من قطع المنهج أو فكرة من أفكار المنهج، فلازم أكون مذاكر المنهج كويس، حافظ الكلمات كويس، فاهم القواعد كويس، نطق الكلمات جيد جدا، نطق الكلمات ممتاز عشان أقدر إيه أسمع صح وأختار إيه صح. ده بالنسبة للسؤال الأول. 4 نقط، يا إما أكتب ترو أو حرف التي، يا إما أكتب إف أو إيه فولس. ترو لو الإجابة صحيحة، طيب فولس لو الإجابة إيه خاطئة. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الثاني فكرته read and complete the text with words in the box. يعني اقرأ وأكمل النص with words بالكلمات in the box اللي موجودة هنا في البوكس اللي قدامنا ده أو اللي موجودة بين الأقواس. friend friend هنا بمعنى صديق. house هنا بمعنى منزل. nervous عصبي او متوتر. school بمعنى مدرسة. نقرا مع بعض. my name is Ritel. today is my first day in school. I am feeling very now. I am going to by bus. I met Sandy in the bus. she is very pretty. she is my now. okay يبقى هنا جايب لي كام فراغ؟ 3 فراغات وجيب لي 4 كلمات عشان يلخبطني. لا ركز، قريناها مرة من غير ما نحلها، المرة التانية هنترجم ونحل. My name is Ritel. اسمي Ritel. Today يعني اليوم. Today طبعا كلمة بتدل على present، على زمن المضارع. Today is my first day in school. النهاردة أول يوم ليا فين؟ في المدرسة. I am feeling very. أنا بشعر بإيه؟ شعوري النهاردة إيه؟ اليوم ده بس. I am
feeling very nervous now. أنا متوترة جدا الآن. I am feeling very nervous إيه now. هنا بمعنى متوتر. البنت متوترة عشان أول يوم ليها فين؟ في المدرسة. I am going to go to school. Okay. I am going to go to school by إيه؟ by bus. يبقى هنا هكتب في رقم اتنين كلمة school. أنا هروح للمدرسة بإيه؟ بالأوتوبيس. كان في كلمتين ناقصين هنكتبهم مع بعض. إيه I am going to. أنا سوف أقول له go to. أذهب إلى. Go to. أذهب إلى. وأكتب school اللي هو الاختيار. I am going to go to school by bus. أنا هروح المدرسة بإيه؟ بالأوتوبيس. I met Sandy. أنا قابلت Sandy in the bus في الأوتوبيس. She is very pretty. هنا pretty يعني beautiful. Pretty يعني جميلة جدا جدا. She is my friend now. She is my friend now. يبقى السؤال ده مهم جدا. ثلاث كلمات بختار من أربع كلمات. لازم أحط كل كلمة في المكان الصحيح. بعد ما أحطها أقرأ الجملة تانية. أقرأ الجملة مرة واثنين وثلاثة. وأشوف الجملة بعد ما حطيت الكلمة صح ولا غلط. معناها صح ولا غلط. يعني مثلا قال لي My name is Rital. تمام دي. Today is my first day in school. I am feeling very. أنا بشعر بإيه؟ ما ينفعش فريند وما ينفعش هاوس ما ينفعش سكول. يبقى I am feeling very nervous now. ده خلاص المعنى واضح. I am going to. أنا هذهب لإيه؟ To go to إيه؟ سكول. عايز مكان. يبقى رقم اتنين المعنى واضح. I met Sandy in the bus. She is very pretty. She is my نقط. فاضل لنا كلمتين. هل هي my house ولا my friend؟ يعني إيه my house؟ ما ينفعش. هي تكون my house؟ لا طبعا. هي تكون منزلي؟ لا. She is my friend now. She is my friend إيه؟ now. يعني عشان أحل السؤال ده أكمل الفراغات أحط الكلمة في مكانها المناسب وبعد ما أعرف معنى الكلمة وبعد ما ترجم القطعة وأحط الكلمات أقراها مرة كمان وأشوف الموضوع صح ولا إيه ولا غلط. المعنى ليه سنس ليه إحساس ليه فكرة وصلت ولا لأ. السؤال الثالث ريداند ماتش A with B. أوكي اقرأ ووصل العمود A بالعمود B. العمود A بالعمود A B. جيب لي أربع جمل وخمس جمل قدامهم بوصل. اوكي نمبر 1 ذا نايل از ذا نايل از النيل يكون. لو بصينا طبعا هنلاقي از لونجست ريفر ان ذا وورلد از لونجست ريفر ان ذا وورلد. يبقى اخر جمله في رقم بي هتبقى رقم 1. يبقى نهر النيل يكون الاطول في العالم. الاطول فين؟ في العالم. طبعا صيغه مقارنه بين واحد ومجموعه ذا لونجست. طب ليه ما قلناش ذا تولست؟ عشان النيل بيطول طول ايه؟ ها افقي ولا راسي؟ طبعا النيل بيطول طول افقي. لو راسي كنا قلنا ذا تولست، لكن افقي بنقول ذا لونجست. سواء النيل او الطريق او بعض الحيوانات البحريه زي الحوت قول عليها ذا لونجست. زي ايه؟ ذا لونجست. نمبر 2 انيويت بيبل. انيويت بيبل طبعا الانيويت بيبل اللي هو ايه؟ الاسكيمو او شعب الاسكيمو اللي هو بيعيش في المناطق القطبيه المناطق شديده البروده. لو بصينا خلاص الموضوع بقى واضح. يبقى ليفين زي اركتيك ريجنز. ليفين زي اركتيك ريجنز بيعيشوا في المناطق ايه؟ القطبيه في المناطق التلج. يبقى انيويت بيبل انيويت بيبل ليفين زي او ليفين زي اركتيك ريجنز. نمبر 3 ذا نايل كروكودايل تمساح النيل. ها اختار انا واحده. فاضلنا اول ثلاثه بس. يبقى is one of the largest reptiles. is one of the largest ايه reptiles. يبقى the Nile crocodile is one of the largest ايه reptiles. يبقى تاني the Nile crocodile is one of the largest reptiles. يعني ايه كلمه reptiles؟ reptiles يعني زواحف. واحد من اضخم الزواحف. is one of the largest reptiles. number 4 بدوين بيبول اللي هم البدو. ها ليفين ذا ديزرت بيعيشوا في الصحراء. يبقى الاجابه ظهرت قدامنا. ادي قلنا ذا نايل از ذا لونجست ريفر ان ذا وورلد وقلنا ليه لونجست ما قلناش تولست. وغير غدا انيوت بيبول ها ليفين ذا اركتيك ريجنز بيعيشوا في المناطق القطبيه. ذا نايل كروكودايل از وان اوف ذا لارجست ريبتايلز. ريبتايلز يعني ايه؟ زواحف. نمبر 4 بدوين بيبول اللي هم البدو اللي هم سكان الصحراء. زي ليفن تنتس بيعيشوا في خيام. زي ليفن ذا ديزرت بيعيشوا في الماء ايه؟ في الاماكن الصحراويه او بيعيشوا ايه؟ في الصحراء في الاماكن اللي هي تو هوت اللي هي شديده الحراره. لكن الاسكيمو بيعيشوا في تو كولد في المناطق ايه؟ شديده البروده. اوكي بالنسبه للسؤال الرابع نقرا مع بعض. ريد ذا تكست اند انسر ذا كويشنز. اقرا النص واجب على الاسئله. read
the text and answer the questions. نبدأ مع بعض. The longest river in the world is the Nile. It has two branches in Egypt. It's about 6,670 kilometers long. Egyptian farmers grow food near the Nile because the Nile soil is very rich in nutrients. Fishermen can take boats down the Nile to catch fish. The Nile is home for different kinds of fish, birds and turtles. هنقرأ المرة التانية بالترجمة. The longest river in the world, أطول نهر في العالم, is the Nile, هو نهر النيل. It has two branches. يوجد فرعين in Egypt, في مصر. لو افتكرنا فرع رشيد وفرع دمياط. It's about, طول حوالي 6,670 kilometers long. 6,670 كيلومتر. Egyptian farmers, الفلاحون المصريون, grow food near the Nile, بيزرعوا الطعام بالقرب من ايه؟ من النيل. Because, لأن السبب, the Nile soil is very rich, لأن تربة نهر النيل is very rich, غنية به, in nutrients, بالنيترونات أو بالعناصر الغذائية, ودي اللي مسؤولة عن جودة الكروبس, جودة المحاصيل. كمان fishermen can take boats, fishermen الصيادون ممكن ياخدوا القوارب داون ذا نايل إلى النيل. قال لي داون ذا نايل, okay, to catch fish, لكي يصطادوا السمك. The Nile is home for, النيل موطن لي, different kinds of fish, أنواع مختلفة وكتيرة من إيه؟ من السمك أو الأسماك, birds, وكمان الطيور, and the turtles, وكمان إيه؟ السلاحف. Number one, the Nile has not branches in Egypt. كم فرع لنهر النيل في مصر؟ السطر الأول موجود فيه 2, هنا جابها لك في السطر الأول, أو جابها لك حروف وجابها لك تحت أرقام, ما هي 2 هي 2, هي لي فرعين بس فين؟ في مصر. Number two, grow food along the Nile. مين اللي مسؤول عن زراعة الفود along the Nile؟ جايب لي 4 اختيارات. هل الفيشرمن, هل الصيادون مسؤولون عن زراعة الطعام؟ طبعا لا, وموجودة بالنص في القطعة إن الإيجيبشن فارمرز هم اللي grow food near the Nile. يبقى رقم 2 فارمرز. رقم 2 ايه؟ فارمرز. طب يا مستر, ما تم ذكر فيشرمن في القطعة, هي اي كلمة في القطعة اختارها؟ لا طبعا, لو بصيتوا على فيشرمن في القطعة هتلاقوها موجودة مين؟ فين؟ في السطر التالت اخره. فيشرمن كان تيك بوتس داون ذا نايل تو كاتش فيش, يبقى فيشرمن كان كاتش فيش. وظيفة الصيادون كاتش فيش, يبقى رقم ايه قلنا ما تنفعش. بيردس الطيور برضو ما تنفعش. هل الطيور بتزرع الطعام؟ لا. تيرتلز السلاحف برضو ما تنفعش. هي بيردس وتيرتلز بيستخدموا نهر النيل كهوم فور زيم, كموطن ليهم, ودي اللي موجودة اهي. The Nile is home for different kind of fish, birds and turtles. يعني النيل هو موطن لي كثير من الأنواع المختلفة للسمك والطيور وإيه والسلاحف. يبقى فيشرمن ما تنفعش عشان فيشرمن كاتش فيش, وبيردس ما تنفعش عشان البيردس بيعيشوا وتيرتلز بيعيشوا بيستخدموا النيل كموطن. يبقى الإجابة صحيحة فارمرز. يبقى فارمر فلاح, وفارمرز الفلاحون. فارمرز grow food along the Nile, فارمرز الفلاحون grow food along the Nile. يبقى نقرأ القطعة كويس مرة واثنين وثلاثة, نعمل حاجة اسمها scan and skim, نقرأها مرة بسرعة سريعة ثم مرة بسرعة بطيئة ونعرف الترجمة. نكمل أسئلة القطعة. How long is the river Nile? كم طول نهر النيل؟ طبعا لو رجعنا السلايد اللي فاتت أو الشريحة اللي فاتت بيقول لي the Nile River is 6,670 كيلومترز لونج, يعني 6,670 كيلومتر, وعشان كده هو the Nile is the longest river in the world, نهر النيل أطول نهر في العالم. Number 4, why do farmers grow crops near a river? ليه أو لماذا؟ why يعني لماذا؟ لماذا الفلاحون بيزرعوا المحاصيل near a river جنب النهر؟ أكيد في سبب. يبقى farmers grow crops near a river, بيزرعوا جنب النهر, because the Nile soil, لأن تربة نهر النيل is rich in, يعني غنية به, أو is very rich in, غنية جدا به, nutrients العناصر الغذائية الجيدة. مش أي مكان أزرع فيه, مش أروح في الصحراء وأزرع أي محصول, لا, لازم السويل أو التربة يكون ليها مواصفات, okay. وتربة نهر النيل هي very rich, غنية جدا بالعناصر الغذائية الجميلة والجيدة.
سؤال خامس، reorder أو rearrange. reorder يعني أعيد ترتيب، أو rearrange أعيد ترتيب. يبقى reorder the words to make correct sentences، أعيد ترتيب الكلمات لكي تكون جمل صحيحة. يبقى السؤال ده عشان أقدر أحله كويس لازم أعرف طريقة ترتيب الجملة من فاعل وفعل وتكملة subject وverb وإيه complement، أعرف طريقة تكوين السؤال. وعندنا فيديو بيشرح طريقة تكوين السؤال بصورة جميلة وبصورة سهلة وبصورة بسيطة. طب تعال نبدأ مع بعض. number one، جايب لي her crops، the farmer in sales the market. طبعا هبدأ بذا farmer. أقل حاجة إن أنا أكون فاهم القطع اللي عندي في المنهج وحافظ جمل منها عشان أبدأ أطبق عليها. the farmer يعني الفلاح، ده الفاعل. طب فين الفاعل؟ sales يعني يبيع، يبقى the farmer sells. بيبيع إيه يا ترى؟ her crops. her crops أو هنا الفلاحة بتبيع محاصيلها in the market، فين؟ في السوق. يبقى the farmer sells her crops in the market. ده number one. number two، جايب لي the teacher. you what think did about. يبقى ده سؤال بادئ بوات وفي النهاية question mark يعني علامة استفهام. يبقى أبدأ إيه؟ what ها did you think about the teacher. إيه رأيك أو إيه كان رأيك أو إيه كان وجهة نظرك عن المدرس. يبقى what did you think about the teacher. what did you think about the teacher. وما نساش البنكتويشن ماركس أو علامات الترقيم. number 3، جايب لي the desert very climate hot is. دي طبعا جملة عادية بدأ بـ the desert بالصحراء. يبقى the desert is very بالظبط ها is very إيه؟ hot climate. the desert is very hot climate يعني the desert الصحراء is تكون very hot climate يعني مناخها حار جدا. قلنا very hot climate يبقى climate المناخ وصفناه ان هو ايه؟ very hot. السؤال السادس، punctuate the following يعني اعد ترقيم الجملة الاتية. لا punctuation marks او punctuation points علامات الترقيم. يقول ايه؟ we live near the river and there are lots of trees around us. دي جملة عادية عرفنا منين بدأ بوي. ودي ضمير فاعل يبقى الجملة اللي بتبدأ باسم أو ضمير هي جملة خبرية فحط ال W كابيتال. تمام. live near the river، live يعني يعيش، لا طبعا ده فعل، near the river جنب النهر. ما حددليش قالوا نهر، لو كان قال لي the Nile كنا حطينا ال N كابيتال عشان في نهر نيل واحد في العالم، لكن هنا قال لي we live near the river بنعيش جنب النهر، حددلي أنه نهر أنه دولة أنه مكان، لا يبقى ال W كابيتال. We live near the river and there are ويوجد lots of trees الكثير من الأشجار around us حولنا. يبقى في أول الجملة W capital وفي الآخر full stop وفي الآخر إيه full stop. طيب يا مستر river، لا river مش capital، river small عادي. إمتى أقول river capital؟ لما يحدد لي أنه نهر. ما في عشرات بالمئات الأنهار في أفريقيا وفي دول العالم، هنا ما حددليش في أنه دولة. يبقى ال W capital والفول stop في الآخر. لما يحدد لي the Nile أخلي ال N capital. Okay، ده بالنسبة للبنكتويت. السؤال السابع، write a paragraph of 18 words، اكتب موضوع مكون من 18 كلمة using the following guiding elements باستخدام ايه؟ العناصر الآتية، الكلمات المفتاحية الآتية. my village قريتي، lots of trucks الكثير من ايه؟ على عربيات النقل او عربات النقل. هنا عايز حوالي 18 كلمة. ابدأ افكر عايز اعمل موضوع في كلمة قريتي في الكثير من عربات النقل. ممكن اقول كده يعني افكر بالعربي الاول بعد كده احول الى الانجليش. انا بعيش في القرية او قريتي جميلة ما فيهاش عربيات كتير، الجو بتاعها جميل، الفلاحين بيزرعوا ويربوا الحيوانات، فيها نار بيصطادوا. يبقى انا كده كونت الفكرة. هبدأ احول الفكرة من لغة عربية الى انجليش ايه لانجويج. وادي نموذج قدامنا، I love my village، أحب قريتي. طب ليه ما قالش like؟ عشان love أقوى، love يحب المشاعر. I love my village، أحب قريتي. It's very beautiful، بدأ يوصفها إنها جميلة جدا. It's very beautiful. طبعا لما نيجي نقسم الجملة، إدي ضمير فاعل it، is يكون، إدي عائد على القرية يعني إنها تكون أو القرية تكون. It's very beautiful، جميلة جدا. يبقى أنا كده أول جملة قلت I love my village، أحب قريتي. تاني حاجة It's very
beautiful، جميلة جدا. وبعد كده قلت ايه؟ استخدمت الكلمة اللي كاتبها لنا lots of trucks، كثير من عربات النقل. قلت there aren't، لا يوجد الكثير منا، لا يوجد الكثير منا، there aren't lots of trucks. يبقى دخلت my village في جملة قلت I love my village، ودخلت lots of trucks في جملة قلت there aren't، لا يوجد. طب ليه مش there isn't؟ لا، عشان lots of trucks جمع كثير من عربات النقل، يبقى there aren't مش there isn't. جميل. It is clean، ادي عايدة على ايه؟ على القرية. ممكن اقول it's clean او it is clean، ما it is اختصارها it's، يبقى it is clean انها نظيفة. طبعا مادام مفيش عربيات كتير يبقى مفيش smoke او دخان كتير، يبقى الجو هيبقى clean، الجو هيبقى healthy. يبقى ممكن نقول it is clean and healthy، او it is clean او it is healthy، صحي. ثم بعد كده قلت my grandfather is a farmer، جدي فلاح. والعلاقة؟ لا طبعا ليه علاقة، انا بعيش في القرية مفيش عربيات، ممكن اكلم على جدي، ممكن اكلم جدتي بتساعده، ممكن هو بيربي ايه، ممكن هو بيزرع ايه. فقلت my grandfather is a farmer، جدي فلاح. he grows food، هو بيزرع ايه؟ طعام. ممكن هو grows crops، بيزرع المحاصيل. ممكن اقول and keeps animals، بيربي الحيوانات. ممكن اقول مثلا my grandmother، جدتي helps him، بتساعده. انا مش عايز اكبر الباراجراف، بس احنا بنحاول نفكر، وبعد ما نفكر نحول التفكير من Arabic language، من لغة عربية to English language، لغة انجليزية. وراعي علامات الترقيم، حرف الاول كابيتال في كل جملة، في نهاية الجملة فول ستوب. اراعي الابوستروفي، مثلا لو الاس مثلا is احط ابوستروفي اس، ما انساهاش. اراعي ان في بداية اول جملة بسيب مسافة، اهي ساب لي مسافة وقال لي I love my village، it's very beautiful، بدأ لي من اول السطر وقال لي there aren't lots of trucks، قال لي it's clean، حالة فول ستوب. كده my grandfather is a farmer، فول ستوب. he grows food، فول ستوب. يبقى عندك ثابت الباراجراف، اترك مسافة في بداية الجملة، الحرف الاول كابيتال في كل جملة، اسيب مسافة بين الكلمة والتانية عشان يبقى كلامي واضح، في نهاية الجملة فول ستوب. اراعي علامات الترقيم، اراعي علامات ايه؟ الترقيم. اكتب بخط جيد، اكتب بخط واضح، اكون جمل صحيحة. الجملة بتتكون من فاعل وفعل وتكملة، يعني اي دي انا، ده ضمير فاعل، كي ضمير متكلم، انا بتكلم عن نفسي. love دي الفيرب، اقول I love، انا بحب، الفيرب في زمن البريزنت، في زمن المضارع. my village دي المفعول، يعني دي التكملة، يبقى انا احب قريتي، I love my village. حتى it's very beautiful، انها جميلة جدا، very beautiful. there aren't lots of trucks، حطيت there ثم وراها isn't او aren't، جمع حطينا aren't. a lot of trucks او lots of trucks. it is clean، it is beautiful، it is healthy. okay، يبقى انا كده لما اجي اكتب باراجراف اراعي فيه علامات الترقيم، اراعي فيه الخط الواضح، اراعي فيه اترك مسافه بين الكلمه والتانيه، اراعي فيه الجمل تبقى صحيحه، تكوينها صحيح، ترتيبها صحيح. وبكده يبقى احنا كتبنا باراجراف سهل وبسيط، جمل واضحه، ما لخبطش نفسي انا الجمل البسيطه او انا الكلمات البسيطه. وعشان اقدر اكتب باراجراف صح لازم احفظ الكلمات كتير، افهم القواعد وابدا اطبق. يبقى احنا النهارده اتدربنا على شكل اسئله او شكل مجموعه من الاسئله، وحلينا امتحان كامل. ان شاء الله في فيديوهات تانية هناخد امتحانات كتير، وبعد الامتحانات اول ما تنزل اسئله بنك المعرفه هنحلوها مع بعض، اجاباتنا نموذجيه. طبعا بالنسبه لامتحان شهر 4 هيجي في منهج شهر 2 و3، اوكي، لغايه ما وقفت، لغايه ما ايه، ما وقفت. وفي خطه منهج هتظهر معانا، وفي كمان مواعيد امتحان شهر 4 وشهر 5 هنحطهم لكم على الفيديو دلوقتي، عشان لو حد عايز يرجع ليهم او حد ما ينساش المواعيد ان شاء الله. المهم نذاكر كويس ونجتهد ايه كويس. وبالنسبة لمواعيد الامتحانات بتاعت شهر 4 هتبدأ on Saturday، يوم السبت. يوم ايه؟ السبت 2/4. طبعا امتحان الشهر ده مهم جدا، عليه درجات اعمال سنة. Saturday يوم السبت 2/4، Arabic and Religion، يعني لغة عربية وتربية دينية، كل امتحان في حصة، يعني يوم دراسي عادي. طب on Sunday يوم الحد 3/4، علوم ومهارات مهنية،
علوم ومهارات مهنية. طب Monday يوم الاثنين 4/4 دراسات وتكنولوجيا، دراسات وإيه وتكنولوجيا. يوم الثلاثاء Tuesday English، طبعا كل المواد مهمة جدا لكن الإنجليش هو اللي هيخصنا، هنراجع كتير، هندي امتحانات بنك المعرفة بإجاباتها النموذجية. Wednesday الأربعاء 6/4 رياضيات الماس، طبعا الامتحان هيجي من أسئلة الوزارة، الامتحان هيجي لغاية توزيع شهر مارس، نهاية مارس وبداية ابريل، فلازم تعرف التوزيع في كل مادة وصل لغاية فين عشان تعرف تذاكر. يعني مثلا في الانجليش وصل لغاية يونت 10 الوحدة العشرة جزء منها، يعني 4 يونتس 4 وحدات، طبعا ده كم كبير جدا جدا جدا، والتقسيمة ما بتناسبش الوقت خالص، لكن انت لازم تذاكر المنهج اللي عليك، والافضل تتدرب على حل اسئلة كتير وكمان اسئلة الوزارة وامتحانات كتير، وده اللي هنحاول نعمله مع بعض عشان نقدر ايه نتعرف على شكل الاسئلة وشكل الامتحان ونقدر نحل من غير ما ايه ما نتوتر. طب الامتحان ازاي هيبدأ يوم السبت؟ عادي مفيش اي مشكلة، امتحانات الشهور وخصوصا كمان امتحانات اخر السنة ومنتصف العام تبدأ السبت عادي. الامتحان هيبقى كام؟ 5 ايام، سبت عربي ودين، حد علوم ومهارات، 2 دراسات تكنولوجيا، 3 انجليش، يوم الاربعاء ايه ماسز او الرياضيات. ده بالنسبه لجدول ايه اختبارات شهر فبراير ومارس بعد دمج الشهرين مع بعض، يعني فوق كنت تمتحنوا شهرين بقى امتحان شهر واحد في بدايه ايه ابريل. طب يا مستر بالنسبه لامتحانات اخر العام هتبقى امتى؟ طبعا ان شاء الله هتبقى بعد العيد، عيد الفطر، كل سنه وانتم طيبين. والامتحانات هتبدا يوم الاحد ويظهر الجدول مع بعض قدامنا، يبقى جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني آخر السنة هيبدأ يوم ساندي يوم الأحد 8/5 8/5 عربي ودين، بس هنا هتبقى مدة عادية، الأرابيك لانجويج 2:30 وريليجن 1:30، ده أول يوم يوم الأحد. يعني هو جدول امتحان الشهر هيبدأ يوم سبت، لكن جدول اختبارات آخر السنة هتبدأ يوم حد عادي خالص. الامتحان موحد على مستوى الجمهورية إلا إذا لو حصل تعديل في الجدول او حصل ظروف في اي محافظه فتاجل يوم وبقى مكانه يوم تاني. اوكي، يوم الاحد عربي ودين، العربي 2:30 والدين ايه 1:30. يوم الاثنين 9/5 علوم ومهارات مهنيه، كل ماده 1:30. يوم التلات دراسات تكنولوجيا، الدراسات 1:30 والتكنولوجيا 1:30. يعني يوم الاحد مادتين والاثنين مادتين والتلات مادتين، يبقى اول 3 ايام كل يوم مادتين. يوم الاربع والخميس يبقى ماده واحده في اليوم. يوم الاربع الانجليش، طبعا ماده تقيله، ماده محتاجه فهم وحفظ، فكويس قوي ان هي جايه في يوم واحد. يوم الخميس الماس برضه الرياضيات، ماده تقيله ومحتاجه ايه مذاكره. يعني اول يوم العربي والدين كي بيكملوا بعض، والدين اساسي للعربي، حتى العلوم والمهارات كويس، المادتين كويسين، والدراسات والتكنولوجيا. لكن يوم الاربع كويس ان الانجليش لانجوج لوحديها 1:30، ويوم الخميس ان الماس او الماسز الرياضيات لوحدها. فنعمل استعداد من دلوقتي لامتحان شهر ابريل، اللي هو امتحان شهر مارس وابريل اللي تم دمجه في امتحانين، الامتحانين في امتحان واحد، ونعمل استعدادنا لامتحان اخر السنه اللي هو هيبقى بعد العيد. طبعا هيبقى في رمضان وفي العيد في وقت كتير ضايع، لكن نحاول نستغل وقتنا عشان الامتحانات هتقيس الفكر، هتقيس الفهم، هتقيس حاجات كتيره، المنهج كبير مش صغير. بالنسبة للإنجليش نحفظ كلمات كتير، نفهم قواعد كتير، وهي أهم قاعدة السنة دي عندكم هي الباست سيمبل، الماضي البسيط أو السيمبل باست، يعني عادي نقولها ده أو نقولها ده، الماضي البسيط. وهننزل فيديو شرح تفصيلي للماضي البسيط عشان هو مهم جدا جدا جدا. طب يا مستر بالنسبة لتوزيع منهج الإنجليش هنحطوها مع بعض دلوقتي عشان نعرف أنت هتذاكر لغاية فين بالظبط، بالليسونز كل لغايه يونت كام، لغايه الوحده كام، لغايه ليسون كام، لغايه الدرس كام في الوحده، وحتى في نهايه الترم هتعرف عندك كام وحده وكل وحده فيها كام درس. لو في تعديل بقى ان شاء الله في عدد الدروس او عدد الوحدات هينزل على طول وهنبلغكم بيه ان شاء الله على طول. ودلوقتي قدامنا توزيعه المنهج، تبدا شهر 2 فبراير
شهر فبراير، ومارتش شهر مارس، وابريل شهر ابريل، وماي شهر مايو. بالنسبة لتوزيعة شهر فبراير هتاخد يونت 7 وجزء من يونت 8. طب بالنسبة ليونت 7 كبير صغير، هو التوزيع كده، ويونت 8 جزء منه. طب بالنسبة لشهر مارس هتكمل يونت 8 كي ويونت 9، والريفيو بتاعة 3 يونتس اللي هي يونت 7 و 8 و 9، يونت 7 ويونت 8 ويونت 9 والمراجعة بتاعتهم، وبعد كده نون فيكشن ريدر القصة، ثم يونت 10، ثم يونت الوحدة العشرة، مش كلها، مش ايه، مش كلها. يبقى الامتحان اللي هيجي لك في أول أربعة على يونت 7 ويونت 8 ويونت 9 ويونت 10 جزء منه، ثلاث وحدات ونص، أو يعتبر الأربع وحدات. بعد ما تمتحن إن شاء الله هتكمل يونت 10 ويونت 11 ويونت 12، وهيبقى امتحان نهاية العام في الست وحدات اللي هو يونت 7 ويونت 8 ويونت 9 ويونت 10 ويونت 11 ويونت 12. طبعا في قصة في نهاية المنهج اسمها داليا سيفز ذا فيليج، تنقذ داليا القرية. طبعا القصة دي نزلنا لها فيديو بسيط وسهل شرحه، تسمعها. ممكن يجي لك سؤال منها يسأل عن معنى كلمة مثلا في اختيارات، عن قاعدة في اختيارات، فلازم نكون برضو ايه عارفينها. يبقى المنهج ست وحدات. لو لاحظنا ان المنهج متقسم لموضعين، لو بصينا ماي سوسايتي مجتمعي اللي هو بيضم 7 و8 و9، واي ام ا ريسبونسبل بيرسون يعني انا شخص مسؤول اللي هو 10 و11 و12، ما يهمنيش ان هو جزئين، كل جزء فيه 3 يونتس ثلاث وحدات، انا يهمني اليونتس والليسونز اللي موجوده في اليونتس، يهمني اليونتس الوحدات، افهم كل وحده. طبعا المنهج ده منهج متعدد التخصصات متكامل، بتدرس فيه السوشيال ستاديز الدراسات الاجتماعيه، بتدرس فيه الساينس العلوم، بتدرس فيه الماسز الرياضيات، بتدرس فيه كل المواد. طبعا لما اخد اليونت اذاكره كويس واحفظ الكلمات، ولو في مثلا مساله حسابيه لا مش هيجي لك في الامتحان ويقول لك مساله حسابيه، لو تجربه علميه مش هيجي لك في الامتحان ويقول لك تجربه علميه، لا مش هيجي لك كده، هو هيسالك في كلمات، هيسالك في قواعد، وبس بيحاول ينمي فكرك، يربط الانجليش لانجويج بباقي المواد. دي حاجه كويسه بس ما تزيدش عن حدها عشان الموضوع يبقى سهل وبسيط وما يبقاش صعب على الطلبه، والمنهج كمان حجمه كبير جدا 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 جدا، لكن ده مش عذر. نحاول على قد ما نقدر نفهم المنهج ونحفظ الكلمات ونتدرب، ولو ما لحقناش نخلص جزء، الاسئله اللي هتنزل ان شاء الله هتساعدنا كتير ان احنا نقدر ايه نتعامل معها. يبقى احنا النهارده حلينا امتحان على يونت 7، اتدربنا على شكل مجموعه من الاسئله، عرفنا امتحان شهر مارس وابريل هيجي في اول ابريل مدمج، وكمان عرفنا مواعيد امتحان اخر السنه، وكمان تعرفنا على خريطه ايه المنهج عشان تعرف هتذاكر لغايه ايه في امتحان الشهر ان شاء الله. طلاب الاعزاء، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب اشتراك ولايك اعجاب وشير مشاركه عشان يوصلك كل جديد في القناه. ونتمنى ان يكون المعلومه وصلت لكم سهله وبسيطه، وان شاء الله في فيديوهات تانية هننزل شرح قواعد المنهج، هننزل اهم النقط الصعبة اللي في المنهج، هننزل مجموعة من الامتحانات، هننزل امتحانات بنك المعرفة وامتحانات الاسئلة اللي موجودة في كتاب الوزارة عشان في تأكيدات ان الامتحان جاي منها بالنص. طبعا عشان المنهج كبير جدا والموضوع صعب، فده هيبقى سهل جدا عليكم تلموهم وتلاقوا الموضوع سهل ان شاء الله. ونتقابل معاكم في فيديو جديد، في معلومة جديدة، في فكرة جديدة، في شرح جديد، واي مشكلة او اي نقطة صعبة او اي حاجة عايزين شرحها اكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله هتلاقوها موجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.